بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه ليجلس الذباب على ثيابه برزة له من جده صلى الله عليه وسلم فكيل له في ذلك فقال أي شيء الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسر الآخرة. ومن كرامته أنه جلس مرتين يتودأ فقدر عليه صفور فرفع رأسه فقر الأصفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن الأصفور وقال إن كان علينا إثم فكفارته. ومن كرامته عندنا أن امرأة ردت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فأمره بالمجادة وسلوك طريق السلام فرأته يوما نهيلا ورأته يغلب شعير ضغلا على الشيء ووجدت بين يدي أرض من دجاجة ملعوكة فأسأل عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم. فقامت الدجاجة زاوية وصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها إذا صار بنك كذا فليكل ما شاء. ومن كرامته أنه مر بمجلسه ذات في يوم شديد الريح فشوثت بسياحها للحاضرين فقال يا ريح خذ رأسها فوقع لي وقد يامقت وأتى الرأس فنزل عن الكرسي وقد بيده وأمر اقرأ عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فحيا نظرت ساوية بإذن الله تعالى والناس يشهدون ذلك. ومن كرامته أن أبو مرسمن الصيرفي وأبا محمد عبد الحكي الحريم رحمهم الله تعالى قال كنا بين يدي الشيخ بمدرسته اليوم الأحد سادس صفر سنة 55 فتودأ الشيخ نقب قلبه وصلى ركعتين فلما سلم صرق صرة نديمة ورمى بفردة وبقى به في الهواء فغبت على بصرنا ثم فعل ثانية كذلك من أخرى ثم جلس فلمد جسرة على سؤالي ثم قدم الكافرة من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا إن معنا لشيخ نظرا فاستأذنك فقال خذ منه فضينا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز والقبق ببعينه فسألهم عن المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم الحديث لصفر إذ خرجت علينا رب له مقدما فذهب أمولنا ونزلنا على شفير الوادي فكل لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فنظرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا أن ذكرنا وجعلنا له شيئا فسمينا سرقتين عظيمتين ملأت الوادي ورأيناهم مذعورين فظننا أن قد جاءهم مثلهم يقودهم فجانا بعضهم وقال تعالوا إلينا وخذوا أملكم انظروا ما قدامنا فأتوا بنا إلى مقدميهم فجناهما ميتين وعند كل منهما فرد رقم قائم ثلاث بماء فرد علينا ما أخذوا وقال لنا إن لهذا الأمر لبا عظيما. ومن كرامتي أنه جاءه رجل من الفئان له ملاد ذرة وقال أية المعزمين فقال الشيخ هذا ملاد من مندي سرطب واسمه خالد فإذا أشر فقل في أذنها يا خالد عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. المقيم ببغداد يكون لك لا تهلك. فذهب الرجل وقف إشارين سنة ثم قدم وسيل وخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يض السرع إليها إلى الآن. وقال بعض رؤساء تنصيب فكست ببغداد 40 في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة.
ولا يقوا فيها صنع على حد. فلما مات قصر ومن كرامات يدنى الناس لذة من الشيخ جيلا أتوا إلى سرتي قد صلوا سرا. فلما دخلوا عليه رأوا لبريق موجا إلى غير جهة الكبلة والقديم واقف بين يديه. فنظر بعض من البارين المنكرين عليه بسبب تواجب لكن يغير جهة الكبلة وكيم الخادم بين يديه. فوضع الشيخ كتابا بيده ونظر إليهم نظرة ولا الخادم أخرى. فقام ونظر إلى البريك نظرة أخرى. فدار قبل البريك وحده إلى الكبلة. ومن كرامته ناب المظفر هزر بن تميم البغدادي التاجر وجعل شيخ حماد بن مسلم بني طرد بصرهم الله تعالى في سنه 21500. وقال له يا سيدي قد زلي كفرت من الشام بها بضاد من سممة دينار. فقال إن سفرت بيدي سنة قذلت واخذ مالك. فخرج من عوده موموما فوجد في طريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وهو شاب يوميذ فأكله ما قاله الشيخ حماد. فقال له سافر تذهب سالما وترجع قادما وضمن عليه في ذلك. فسافر إلى الشام وباع بضاعته بألف دينار. ودخل يوما إلى الشيخ يأتي في حلب لقضايا جت الإنسان. وودع على فدينار الرف من السقايا. وقال جدرك أنا سوات إلى منزلي فألك عليه الوعز. فنما فرأى في منامه كأنه في قافلة ورجا عليه العرب وانتهبوها قتلوا من فيها. وانت وحدهم فضربه بأنفة فقتله. فانتفع فزعا واجرت رتب في عنوك وانسب الألم. وتنكر الفواقم مسرع إلى السقايا فوجدها في مكانها سالما. ورجع إلى بغداد. فلما دخل قال في نفسه إن بدت بالشيخ حماد فهو الأسد والشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فهو الذي صعك له فلك الشيخ حماد في السناء تنديد القادر في سك سلطان. فقال له يا أبا المدفر بدا بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه مهبوب لقد صلى الله فيك 17 مرة نحتاج إلى ما كثر عليك من القضية غرة مناما ومن الفقر إيانا النسيانا. وجاء إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له وبدداء الشيخ محمد إنني سألت الله فيك 17 مرة وإنست المعبود. لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامة دون الشيخ أهل الهدي وشريف الضعيف بن محمد أبا الغنائم الحسني رحمهم الله تعالى. نقل درش قد صلوا سره فوجد إنسانا شابا ملكا على كفاك. فقال للشيخ علي للهيت رضي الله عنه يا سيدي اشفع لي عند الشيخ. فلما ذكره له وابه له بقوله اقرض وابدؤ له. فخرج الى رجل منقربه بذلك. فقام الرجل خرج من كهذه في دهاليز وطرف الهوى. فرجع للشيخ رضي الله عنه وساله انا عالي الرجل. فقال انه مر في الهوى. وقال في نفسه ما في بغداد رجل مثلي. فطلب ذو عالم ولو نشق علي ما رددتهون. ومن كرامات دون نشق بالأسن المعروف ببني طنطنة البغداد رحمه الله تعالى. قال يوم وفات الشيك عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. كنت صلوا سره ونرى ذريعه. كنت استغرب في العلم غسر الصرط رغب حاجة له. فخرج ليلة من ذري في صبر 53500. فناولته إبريقا فلم يأخذ وقصد باب المدرسة فأشار إليه وفتح. وخرج وخشد هلفه وأنا أكل في نفسي إن
إنه لا يشعر به. ثم انغلق ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيدة فإذا النحر بالتي لا أعرفها فدخل مكانا قريبا فإذا في سيرة من رجال القعدة فلما رأوا الشيخ أتوا بدر بسلام إليه والتجت إلى ساريتي فسمعت أنينا من ذلك المكان. ثم بعد يسير سكن ذلك النانين ثم دخل رجل إلى تلك الجهة التي فيها النانين وخرج يحمد رجلا من ذلك الجانب ودخل الشيخ ثم خشوا فرأس طويل الشارفة فوقف بين يدي الشيخ فأخذ على أحد الشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاكية وسماه مؤمدا وقال لسرت قد مرت يكون هذا مثل العلمين فقالوا سمع وطاعة. ثم خرجت القوم وخرجت معه ومشينا غير بعيدة وإذا نحن عند باب بغداد ففتك ولمرت ثم ذهب في المدرسة كذلك فدخل دارا ثم في الكدر شرف يدي يقرأ فمن استجابته فقال يا ابن اقرأ على علي فاقسمت علي بين لي ما رأيت من الأمس. فقال أما البلد فناوندو وأما السيدة فرمل أبدا الوجبا وأما صاحب الأنين فسابهم كان مريضا. فلما أدرته الوفاة جد أدره فأنته وأما الذي حمله على ذكيب أبو العباس الغاجر عليه السلام أخذه ليتولى أمره. وأما الذي أخذت على أدم ونصراني من القسطنطينية أمرت أن يكون عوضا عن المتوفى وهو الآن منهم. قال أبو الحسن وقد علي الأهدى أن أحدث بذلك لأحد ما دام حيا. وقال هذا الميد بشاء سر في حياتي وذكر شعب الله الموسري أن الإمام المستوجد بالله أبا المظفر يوسف جعل الشيخ قد صلى وسره وسلم عليه واستوصاه ووضع بين يديه ما لم في عصرة أقياس من أهجر من القدام ورد الشيخ أبا الخليفة لا يقبلها ولا على الشيء. فقد الشيخ كيسا منها في يديهما خير الأقياس وأسانها وأصارهما فسالا دما. فقال الشيخ للخليفة أما تستهي من الله تعالى أو تأخذ دم الناس تقابلني به. فغشي الخليفة بالحال فقال الشيخ وعزت المعبود لولا أنمت اتصالي برسول الله صلى الله عليه وسلم لطردت مجري إلى منزلي. قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامة لمن قلبي. قال وما تريد؟ قال تفاحا من الغيبة. ولم يكن أواله بالإراقة فمد الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاحتان فناول إحداهما وغسل الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء وتهو منها رائحة المسك. وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودا فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى أو قال كما أرى. قال الشيخ أبا المظفر هذه لمسلة الظالم فدودا كما ترى وهذه لمسلة باليد فطابا وقد تقدمت كيس الرفح الذي جاء بالخليفة لشيء وكرامته أكثر من أو تحصى وأعظم من أن تستقصى رضي الله عنه وأنى برضاه الرفيع وأمدنا بمداده الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.